بدأت اليوم أعمال اجتماع الخبراء والفنيين الأعضاء في لجنة حوض بحيرة شات. المناسبة ترأس وزير المياه والصرف الصحي بحضور الأمين التنفيذي للجنة، كان ذلك من مباني المتحف الوطني. عائشة أحمد دكي. تمهيدا للاجتماع الدوري الذي يجمع أعضاء دول حوض بحيرة شات، والذي من المقرر يتم انعقاده في تاريخ 16 فبراير الجاري، وذلك عبر مجلس الوزراء في دورته 62 لدول الأعضاء المشاركة. لذا فقد جاء هذا اللقاء الذي جمع الخبراء والفنيين العاملين بهذا المجال بهدف التباحث عن حلول ووضع آليات جديدة من شأنها تخلص البحيرة من الاندثار. وخلال المناسبة طلب الأمين التنفيذي من المشاركين تقديم الآراء الإيجابية وبلورة الأطروحات الجديدة ورفع القرارات والتوصيات التي تساعد في تسهيل الإجراءات الإدارية لدول الأعضاء في حوض بحيرة شات. وزير المياه والصرف الصحي في مداخلته أشار إلى أبرز النقاط التي تتضمن هذا الاجتماع. الخبراء يلموا ويناقشوا ويراقبوا رابور السكرتير الإكزيكتيف سوال الوزراء، الرابور سكرتير اكزيكتيف سوا في الجلسه 61 كان بقت في الماضي في ميجر. كل الدوكيمات ده هم الخبراء ده بس يراقبوه يشوفوا هل الشغل ده عنده خلط ولا ما عنده خلط، والمال ده يتصرف كويس ولا لا، ده كله كي يعني يوعدوه لنا لنا الوزراء. ونشير بأن الدول التي ستشارك في هذا الاجتماع هي دولة النيجر ونيجيريا والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا والبلاد.